الله. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل يا محمد. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن ضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. فوز كبير، فوز صعب، ولكن دي قمه النادي الاهلي، ودايما زي ما بنقول النادي الاهلي بمن حضر. اي 11 لاعب هيلبس تيشيرت النادي الاهلي يبقوا عارفين قيمته وهيلعبوا لغايه بعد الدقيقه 90 وحققوا الفوز طالما توفرت العاديه اللي ما كانتش متوفره بشكل كبير النهارده، وده اللي كنا شفناه في الملعب. معايا بعد انتهاء المباراه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن الف مبروك المباراه، يعني في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها، بس بدايه تعليق على روح اللاعبين ولغايه الدقيقه معدي 90 ومغلوبين ومفيش حد عنده شك ان احنا هنفوز وهنكسب وكله كان متكاتف في الملعب. يعني الحمد لله طبعا، يعني فضل ربنا علينا كبير النهارده. يعني عدد من الفرص ضاعت في الشوط الاول، عدد من الاهداف المهدره، في امور كتير قوي ممكن تتحسب. يعني اللي انا شفتها يمكن لمسه اليد ما شفتهاش لان انا في الملعب، لمسه اليد كان في الشوط الاول بتاعت الشوط الاول او الشوط الثاني اللي الفار استدعاه، او بتاعت الشوط الاول او الشوط الثاني. لكن في واحده لحسام حسن مش ممكن ما تتحسبش، مش ممكن. لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، مكسب كنا محتاجينه جدا. فبعد عدد من المباريات كان فيها اخفاق بشكل كبير، تأزمت المباراه بشكل اكتر في بهدف نادي انبي، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نرجع في تقريبا في الدقيقه يعني 94 و97 حاجه كده يعني. لكن الحمد لله على كل شيء. كابتن على تعليقك النهارده، مش بنجامل ولا بنقول، ده اللي شايفينه الناس، واكيد كل جمهور مصر شايف الكلام ده في التلفزيون، يمكن احنا شايفينه موبايل يعني في المدرجات بموبايلات 7 بوصه، فما اعتقدش ان الحكم ما شافهاش. 3 ضربات جزاء بما يدعي على جمال الشك. الحكم استدعى يعني حكم الفار استدعى حكم المباراه في واحده بس، واثنين ما استدعوهوش من الاساس. تعقيبك يعني الناس كلها، ده مش راينا احنا بس، ده راي اي حد شاهد المباراه. بص يعني انا مش عايز اتكلم في الامور التحكيميه كتير، لكن يعني لان خلي بالك العالم كله بيتكلم في الكوره عادي جدا، العالم كله بيتكلم في لقطات في المباراه عادي جدا. احنا هنا للاسف عندنا حساسيه كبيره قوي، تحديدا يعني لجنه الحكام لما بتيجي تتكلم على لقطه ولا اتنين وكان دي من المحرمات يعني. لا طبعا عندنا مشكله كبيره في الموضوع ده. المشكله دي مش سببها تصريح واحد بيقوله او حد بيطلع ينتقد حاجه، لا في ناس مغميه عنيها مش عايز تتكلم في الموضوع ده خالص. يعني عندنا مشكله كبيره في ده. يعني هل احنا يعني باسمنا ومكانتنا تمام، يعني على مدار مثلا كاس الامم الافريقيه او الاولمبياد او كاس العالم للانديه، النهارده انت ما فيش ولا واحد ولا حكم في كاس العالم. فكاس العالم اللي جاي 6 المختارين بتتكلم، ما فيش اي حد منهم، ما فيش غير ابو الرجال. وخلي بالك بقى على المقابل احنا عندنا مساعدين حكام جامدين جدا، رائعين جدا، ممتازين جدا. يعني احمد توفيق طلب على ابو الرجال، على زامل، على احمد حسام طه، مجموعه، وطبعا وسمير بحفظ الالقاب. عندنا مساعدين رائعين جدا جدا جدا، ويوسف، ومش عايز انسى حد الحقيقه يعني، لكن كلهم كويسين جدا. في المقابل الناحيه الثانيه في حاجه لازم نبص لها بمنتهى الهدوء. واحنا يعني انت بتقول لي 3 ضربات جزاء، وانا هادي جدا ومش متعصب ولا حاجه، لكن على كابتن عصام عبد الفتاح ان هو يراجع الامر. يعني بدل ما هو يعني شاغل نفسه ان هو يطلع يرد علينا في كل كره فيها شك، يعني المباراه اللي فاتت ما سابش قناه، ما طلعش قال لك لا هدف الاهلي، سيبك من التصريح بتاع روح البروتوكول وروح القانون، مش هتكلم عليه، ده هو يخصه يعني، يخصه هو يعني. الانجليزي اللي اخترعوا اللعبه وعملوا القانون تمام مترجمين كتاب القانون غلط عند كابتن عصام، لا يعني الكوره بالنسبه له الناس دي هي اللي ما فهمتش. حصل في الدوري الانجليزي بعدها بيوم على طول، فيقول لك هم اللي غلط، مش دي مش بتاعته. لكن اختياره نفسه يعني حتى وهو بيقول روح القانون، يعني انت مؤمن ومصدق ان الكوره مش قانونيه بدليل استخدامك لللفظ، مظبوط؟ او قال روح البروتوكول، يعني استخدامك لللفظ يؤكد ان دي ملهاش علاقه بالقانون، مظبوط كده؟ مش هتكلم على اللفظ نفسه، لكن انا بسال سؤال ليك، يعني انت شاغل نفسك بكل حاجه لينا احنا، طب هل انت مثلا في كل المحاولات او كل المرات يا كابتن عصام بتطلع بنفس الطريقه وبنفس عدد المرات في كل القنوات التلفزيونيه؟ يعني مثلا كره الونش مع كابتن محمد معروف مثلا، هل انت طلعت وقلت مثلا يعني لا تستوجب طرده على الناس ما طلعتش؟ هل انت في كره محمود عاشور في مع محمد الحنفي في طلائع الجيش، البنالتي اللي مصر كلها والعالم العربي والافريقي كله احسن ومش عارف ايه الدويتو اللي مش مؤدي لنتيجه كويسه؟ انا ما عنديش مشكله ان انت يبقى حكم الفار واحد واللي معاه الثاني حكم اخر والاثنين بيساعدوا بعض بشكل كويس قوي، لكن الدويتو بتاع كابتن محمود عاشور ومحمد الحنفي، وكابتن محمد الحنفي ما اداش ثماره خالص اصلا، كل ماتش فيه مشكله. يعني السنه اللي فاتت الاهلي والاسماعيلي
محمود عاشور على الفار ومحمد الحنفي على في الملعب. بنالتي لأغايم مش ممكن. السنه دي المصري والاهلي على الفار بقى عكسه، محمد الحنفي على الفار ومحمود عاشور في الملعب، طرد مش ممكن. زمالك وسموحه بنالتي للكابتن محمد الحنفي، كابتن محمد الحنفي انا في تقييمي ان هو حكم كويس قوي، في تقييمي كان حكم كويس قوي، بس لقيت في اخر مثلا يعني سيزون في ست ضربات جزاء ما بيتحسبوش خالص. انا قعدت بقى اليومين اللي فات اللي هو لتحديدا لكابتن محمد الحنفي اتفرج عليه، اه والله يعني جبت مباراه لينا ومباراه ليه اتفرج عليه، انا لقيت اكتشفت حاجه غريبه جدا. انا بقول لك ان تقييمي ان هو كان حكم كويس، بيسيب مساحه لعب، كنت اظن كده ان هو بيسيب مساحه لعب، لا ده طلع ما بيشوفهاش اساسا لان هو بيجري طولي. يعني كابتن حنفي بيجري كده تمام يمين رقم 8 عارف بوكس تو بوكس، لا الحكم بياخد منحنيات عشان زاويه الرؤيه بالنسبه له. انا لاحظت ده، انا ماليش مش مهني، انا لاحظت ده تمام. هل انت كواحد كناس مسؤول عن التحكم ما بتلاحظش ده؟ ان انت مثلا كميه الفاولات اللي بتبقى على الجنب وما تتحسبش، او اللي عند ناحيه الكورنر وما تتحسبش، الوضع البوزيشن او الجري اللي بتاخده مش مظبوط، مش هيديك مساحه رؤيه.